بنات كديري، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، صحتكم لاباس؟ اليوم بغيت ندير معكم واحد الوصفه طبيعيه وزوينه بزاف للبشره، فيها الشوفان والشاي الاخضر وفيها دانون طبيعي. الشوفان بحال هكا، بغيت غير نوريه لكم. انا غادي نطحنه ونكمل معاكم. ها هو كما كتشوفوا طحنتو مزيان، ودرت فيه الشاي الاخضر، كنشري بحال هكا وعاد كنرقدو انا في الماء، ما كنشريش دوك الساشيات لان بحال هكا كيكون حسن، ومن الاحسن تشريو شي ماركه اللي تكون شويه مزيانه ماشي ديك العاديه. الشاي الاخضر زوين بزاف للبشره، كينقيها، كيحيد دوك البقع، كيحيد الحبوب، زوين بزاف الا جربتوه. المهم انا هاد الماسك كنديرو على حساب جمرات في السيمانه، كنخلط على حساب باش نديرو جمرات في السيمانه، كندير بحال دابا اليوم، واللي بقى كنديرو في الثلاجه وانا كنعاود نديرو مره اخرى. المهم غندير بحال هكا، ندير 3 المعالق ديال الشوفان، الشاي كندير شي 5 بحال هكاك، نخلطهم ندير عليهم دانون. كما كتعرفوا دانون طبيعي حتى هو مزيان للبشره. نخلط هذا الماسك مزيان هكا، هو خاصو غير المداومة، مادام ماشي يديرو مرة صافي وينساه، يعني إلا تبعتوه كيبان لكم الفرق. بحال هكا كيولي بحال الكريم. المهم نتوما عارفين ديما في الما كنبغيو نديرو شي ماسك طبيعي، كنديرو قماج هو الاول. نشارك معكم حتى القماج اللي كندير انايا. المهم ها هو القماج اللي كندير انا، انا كندير اكثريه هذا ماشي القهوه، ولكن حتى القهوه كنديرها. هذا العظم ديال التمر مطحون، شي مره نشارك معكم الطريقه. خصو يتحمر في الفران وكيدق في المهراز عاد كيطحن، شي مره نشاركها معكم. هو زوين بزاف، وحتى الريحه ديالو زوينه بزاف، كتولي بحال اللي كتشبه القهوه. وكندير معاه الجل ديال لالويفيرا، كما كتعرفوا هذا الجل شحال كيرطب، مرطب زوين البشره. انا كنديرو هكا كغوماج، وملي كنسالي الماسك ديما كنديرو مرطب، ومرطب زوين خصوصا الا كان بحال هكا ما تكونش فيه مواد كيماويه بزاف. ولكن اللي ما عندوش هاد يقدر يدير غير القهوه وشي زيت كيبغيه، غير هذا زوين حتى هو مزيان البشره بزاف. هاد العظم ديال التمر كيكون زوين البشرة بزاف. والماسك ديالنا، المهم ملي كنديرو القماج راكم عارفين كنحكوه مزيان على البشرة ديالنا، نقدرو نخليوه حتى شوية معليش، لأنه هذا رطب على القهوة. ملي كنطحنوه كنغربلوه مزيان رطب على القهوة، نقدرو غير هذا نكتفيو به ماسك، حتى هو زوين بزاف. وهذا راكم عارفين كاع المواد اللي درت فيه طبيعية وزوينة بزاف، كنتمنى تجربوها وتعجبكم وتردوا عليا في لي كومونتير. وبسلامه عليكم، فيديو جاي ان شاء الله.